كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية خلو منطقة عسير من أي مرشحة من النساء في الانتخابات البلدية، لتسجل المنطقة بحسب الإحصائيات أنها تكون هي الوحيدة لعدد صفر من المرشحات. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد المرشحين للانتخابات البلدية بالمملكة بلغ 6140 مرشحاً ومرشحة، استحوذ فيه المرشحون على العدد الأكبر ب 5275، فيما بلغ عدد المرشحات 865 مرشحة. أيضاً أظهرت الإحصائية أن منطقة الرياض استأثرت بالنسبة الأعلى لعدد المرشحين بعدد 1061 مرشح، هذولا في الرياض. بلغ عدد الرجال في الرياض 899، في حين كان عدد المرشحات في العاصمة أيضاً 162 مرشحة. جاءت منطقة جيزان الثانية على مناطق المملكة ومحافظاتها، إذ بلغ عدد المرشحين والمرشحات 602 مرشح ومرشحة. نصيب المرشحين الرجال 529 والنساء 73 مرشحة، هذا في جيزان. لكن في القصيم ثالث أكبر عدد المرشحين بإجمالي 584 مرشح ومرشحة للانتخابات. أما رابع المناطق فكان عدد المرشحين والمرشحات جاء من نصيب المدينة المنورة 531 مرشح، في حين سجل عدد المرشحين والمرشحات بمحافظة جدة 461، ثلاثها حائل بعدد 418 مرشح ومرشحة. وحددت الإحصائية المرشحين والمرشحات بالمنطقة الشرقية ب 391 مرشح ومرشحة كسابع المناطق والمحافظات، تبعتها الباحة 349، ثم منطقة تبوك ب 310، ثلاثها الطائف ب 269، وأيضا الجوف ب 255، وحصلت العاصمة المقدسة على 219 مرشح ومرشحة، وخلفتها نجران ب 215 مرشحة. وين ما حطيتها نجران؟ طيب، معي هنا في الاستوديو الأستاذة هناء الصحاف، مرشحة في الانتخابات البلدية، وتفضل هنا. اي أسألك الآن، في عسير صفر وعدد من المناطق العدد مو ذاك الزود. اول شيء انا احييك اولا. الشيء الثاني اسالك هالسؤال، ايش رايك في هالاحصائيه؟ احصائيه ترى عاديه، يعني انا اتوقع انها هي طبيعيه. ايوه، لسه احنا اول سنه تقريبا انه المراه تدخل ترشيح زي الانتخابات. بالضبط، يعني تجربه جديده، فكنت تتوقعين ارقام تكون اقل احيانا. كلنا كنا متوقعين ارقام اقل من جد. صار لكم منافسات الحين، يعني صرتوا تتنافسون الان مع الرجال في هذا الشان. تتوقعين يعني هل المجتمع يعني سيرشح النساء اكثر من الرجال؟ يعني كان تجارب الرجال الفتره الماضيه ما هي ذاك الزود. صحيح. ايش بيكونون النساء؟ والله نامل انه ان شاء الله باذن الله تكون عندنا يعني رؤيه اوضح، تكون عندنا افكار، يمكن عندنا برنامج انتخابي اكبر اوسع. ايش يعني اللي ممكن المراه تفكر فيه بلديا لخدمه الناس في 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 المشاريع البلديه؟ انا ما حتكلم لانه عندي برنامج انتخابي. طيب اعطينا اياه، خلينا نسوق هذا البرنامج. ايه تعرف احنا اول شيء سوينا تقريبا حصر للحي اللي احنا موجودين فيه او المنطقه اللي احنا موجودين فيها. ايوه يعني لقينا في اشياء كثير ناقصه او يحتاجها السكان او سكان الاحياء. طيب يعني رعايه الامومه، رعايه الطفوله، اشياء نوادي للاطفال، نوادي للشباب، يعني اشياء يعني هذه اشياء دائما المراه اصلا تعاني منها، اللي هي انديه للاطفال وانديه اي ولا الرجال ايضا تكلموا عنها. اي اتوقع لا. اي وانتم بتصيرون تتكلمون عن هالموضوع ان شاء الله. طيب ان شاء الله بعدين احنا شوف لا تعتبرها انها منافسه بين المراه والرجل ابدا. لا هي يعني ان شاء الله باذن الله هي منافسه. إيه؟ بس لا ان شاء الله باذن الله يعني اتوقع الافضل يعني النصر للأفضل وليس مرأة أو رجل. إن شاء الله نتعاون مع بعض، يعني ما في مشكلة. إيه بتتعاونون إن شاء الله، بس الحين أنتوا قاعدين تتنافسون. طيب الحين تنافس نساء مع نساء. أيوة طيب. أنت قاعدة تشوفين النساء، في ناس قاعدة يعني من النساء هذول قاعدين يقدمون إنه
يعني للتقديم ويعني للحضور وللوجاهة، او في 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 ناس عندهم برامج انتخابية يعني بناء على نظرتك العامة في هذا الشأن؟ والله شوف، احنا حضرنا دورة تدريبية كانت عن المرشحات وكيف كيف نكون البرنامج الانتخابي عندنا، وكيف اشياء يعني أيوة. كثيره وقوانين واللوائح كلها درسناها. أيوة. لقيت انه كثير نساء ما شاء الله تبارك الله يعني عندهم رؤيه واضحه، عندهم افكار حلوه، يعني عندهم استعداد انهم يشتغلوا كويس، مو شغله وجاهه ولا كذا. يعني انت كانك تقولين الرجال عندهم الموضوع هذا اكثر؟ والله ما تدري. انا شوف، بالنسبة للدورتين السابقة اللي كانت كلها رجال، اي ما كان فيها شيء واضح، ما ادري لانه ما تابعت. بس انت ما قرأتي شيء على ارض الواقع. ما تابعنا بالضبط. أي. أي. طيب، نسبة مشاركة المرأة هل تعتبر عالية؟ انت تقولين انه مستغربة انه ايضا في 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 ايضا مشاركة كبيرة من النساء. صحيح، يعني تعتبر عالية جدا الحين؟ عالية جدا، ايوه اتوقع انها عالية. غير شوف المرشحات، ترى في المنتخبات يعني الناخبات، أي. يعني في مسجلين ترى ناخبات كثير، مو شرط احنا كل المرشحات، عرفت المرشحات هم اللي طبعا للمجلس البلدي، بس الناخبين ناخبات ترى كثير، عددهم كبير، اتوقع ان شاء الله بيصوتوا لكم ان شاء الله. طيب، الرجال في هذا الجانب، هل يتصور من الرجال انهم بيصوتوا للنساء للدفاع عن حقوق احيائهم؟ والله نامل، يعني ان شاء الله انها ما تكون حيازيه ولا عنصريه ولا قبليه ولا مدري ايش، نحن نتكلم على اشياء واقعية، أشياء يعني أشياء تفيد البلد، بغض النظر عن أنا فزت ولا غيري ولا زميلتي ولا أحد من الرجال، ما تفيد. التصويت الآن مش أنا فرضا في حي في الشمال وأنت في حي في الشرق، ما يحق لي أصوت لك؟ لا أبدا، لا، التصويت يكون لازم أكون أنا من أهل الحي، ايه، عشان خدمات توصلك انت، عشان أنا أكون أيضا مستفيد. بالضبط، هذه أيضا بتلغي القبلية، اي بتلغي فرضا عنصرية، او تلغي انه انا هذا صاحبي ولا انا هذا يقرب لي، او هذه ستلغيها يعني. صح ان شاء الله. أي. لكن في مناطق ايضا ثانية لا، ممكن بيكون فيها خصوصا القرى او المحافظات بيكون فيها الشيء هذا، لكن انا اتكلم على المدن الكبيرة لا، يعني اللي من شرق الرياض لا يمكن يصوت الواحد في جنوب الرياض. بالضبط، اي، او اللي في جدة او في مكة نفس الطريقة هذه. وفي شرط ثاني كمان، أي. جدا جدا جميل، انه اي واحد عنده مشاريع مع البلدية ما يحق له يرشح نفسه ابدا، بس يحق له يصوت. يصوت ايوه، بس ما يرشح نفسه كمرشح. اجل ناس كثير بيطلعون من الموضوع هذا. عشان كذا يمكن النساء تطلع فوق. اي، لانه ما عندكم مشاريع مع البلديه. ما عندنا مشاريع. طيب، هي انت عارفه انه المرشحات هذول ما لهم مرتبات؟ صح، اي يعني كلنا عارفين ذا الشيء. اي يعني ما بياثر على عملك؟ لا، انت مديره شركه. انا مديره شركه. طيب. لا ان شاء الله ما ياثر. يعني يا اما الشركه بتمشي فيها كويس ولا لا، انا ماشي امور الشركه كويس الحمد لله، حاطه فيها ناس بيمشوها ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني اعتبرها خدمه لبلدي. طيب، عسير غريب جدا، جدا غريب انه عسير يكون صفر. جدا غريب، ما ادري، غريب من جد غريب. أي يعني بتقارن ما شاء الله النساء العسيريات يعني عندهم ثقافه رائعه، من جد رائعه، بس غريب يعني ما انه صفر. صفر. يعني ليش السبب هذا؟ يعني ايش اللي ممكن يجي في بالك انه والله يمكن شو مش مؤمنين بالانتخابات البلديه، يعني اصلا هم كانوا يعني الرجال ما نجحوا فيها فبلاش يعني. ممكن، ما تدري، ممكن، وممكن يكون انه يعني شغله يعني امور ما اعرف يعني ثقافه مثلا ما لها دخل، يعني في 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 من نفس المنطقه فعضوات مجلس الشورى. اسالك عندي صاحباتي في اي يعني حسب تشوفين انت مدير الشركه يعني عندك المواضيع. اختي هنا الصحافه، اتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. انا قلت للشباب انه جيتك هذه لازم تدفعين مقابله، احنا قاعدين نسوق لك الحين. اختي هنا الصحافه، شكرا لك، يعطيك العافيه. دورات خوارزمي مجاني. طيب، يلا شكرا لك. اسعدك. الله يكرمك. شكرا لك.